السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج مقاصد. مثلما أنها تحمل بعدا سياسيا، كذلك فإن الولاية كمفهوم عام هي منهاج مجتمعي له مقاصد وغايات في الإسلام. لكن كيف صاغ الإسلام مفهوم الولاية، وما المقصود بالولاية المجتمعية؟ ما طبيعة العلاقة بين الولاية العامة أو السياسية وبين الولاية المجتمعية من حيث مقاصدهما؟ هل هناك وعي إسلامي كاف على مستوى الأفراد والجماعات بمفهوم الولاية المجتمعية وتطبيقاتها؟ وما الآثار الناجمة عن الخلل في أداء هذه الولاية؟ للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور نبيل الفولي، أستاذ العقيدة والفلسفة. أهلا ومرحبا بكم دكتور. أهلا بكم وسهلا ومرحبا بالسادة المشاهدين، حياكم الله. دكتور، لابد قبل الحديث عن الولاية المجتمعية التي هي موضوع حديثنا في هذه الحلقة، لابد أن نعرف يعني بالمطلق معنى الولاية. هل هي نفسها القوامة؟ ما معنى الولاية؟ هل هي الولاية نفسها القوامة؟ وما أهمية الولاية في المطلق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم، وبعد. فإن المفاهيم الإسلامية عموما يجب تحريرها وضبطها ضبطا يسمح للناس بممارسة دينهم واضحا، ومن هذه المفاهيم مفهوم الولاية. الولاية والقوامة، الولاية أوسع معنى من القوامة، فالقوامة خاصة بما يقوم به الرجل على أمر أهله وزوجته، هذه القوامة التي تجعل الرجل قائد البيت وسيده والمشرف عليه وعلى شؤونه. أما الولاية فهي أوسع معنى من ذلك، ذلك أن أي إشراف وأي صورة من صور الإشراف على شؤون الغير هي نوع من الولاية. بل إن الإنسان إذا قام بتأدية مصلحة نفسه هذه تسمى ولاية، ولاية على ولاية، هي ولاية أصلية، أي ولاية أو تولي الإنسان أمرا يخصه هو. الغير إذا قام الإنسان ولي اليتيم مثلا على مال اليتيم، ولي القاصر يتولى أمر القاصرين من أسرته، الرجل أيضا ولي على زوجته ولي على ابنته. فالولاية بهذا المعنى تعني الإشراف والقيام على أمر شخص آخر أو أمر النفس، فهي أوسع من القوامة في هذا الجانب. ونحن نجدها متجلية في نطاق حياتنا كلها، والمشهور هو الولاية السياسية، هذا هو المشهور عندنا، لكننا لا نرى هذه الولاية في هذا المجال وحده، بل إننا نجدها في كل جزء من الحياة. فعندنا مؤسساتنا هناك من يتولى الإشراف عليها وإدارتها، هذا ولي. وعندنا الأسرة لها ولي، وعندنا الإنسان القاصر له ولي. فأنا يعني المعنى المقصود بالولاية هنا أوسع من مجرد الولاية المضبوطة في الفقه، أوسع من ذلك. فكل إشراف على شأن شخص آخر هو نوع من الولاية، ذلك لأنه يشرف على أمره ويصرف أمره في اتجاه من المفترض أن يرعى مصلحته ومنفعته. الولاية هي القيادة يعني بهذا المفهوم، جانب منها يتعلق بالقيادة، ولكنها أيضا هي رعاية لمصلحة هذا الطرف المتولى أمره. يعني ثمت تحديد هنا، تحديدا يفرق بين الولاية والقيادة. يعني القيادة ربما لا تلحظ في بعض الأمور، مثلا إذا تولى الإنسان الولاية على مال شخص آخر، على مال يتيم مثلا، فهو هنا محدد في رعايته لحقوقه المتعلقة بماله، وليس الأمر جامعا لكل شؤون حياته وما يتعلق بها. فقد يكون اليتيم في بيت ويتولى ماله شخص آخر، يعني يشرف على ماله ويحفظه له شخص ويربيه شخص آخر، ليس من الضرورة أن يجمع بين الولاية على المال والولاية على النفس، هذا ليس بالضروري. أما الإدارة والقيادة فهي ملحوظة في بعض المعاني، منها مثلا مسألة الولاية السياسية أو الإدارة، إدارة المؤسسات، هذه لاحظ فيها معنى القيادة. عندما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي المؤمنين، ألا يعني بذلك أنه قائد المؤمنين؟ وعندما نقول قائد الدولة، ألا يعني بذلك يعني أو قائد الدولة الإسلامية مثلا أو الدولة المسلمة، ألا يعني بذلك بالضرورة أنه ولي هذه الدولة، ولي أمورها وشؤونها والقائم على بمصالحها؟
صحيح نعم، يعني انا لا انفي وجود القياده كجزء من معنى الولايه، ولو الولاية اردتم اشمل من القياده، لو اردتم ان يعني ان افصل جوانب هذه الولايه التي تقوم في المجتمع او في السياسه حتى، وهي طبعا السياسه نوع من السلوك الاجتماعي، يعني لا نخرج السياسه عن كونها لونا من الوان الولايه الاجتماعيه، لكن طغيان المعنى السياسي للولايه قزم بقيه المعاني التي نراها في حياتنا. هناك جوانب للولاية في غاية الأهمية. أولا جانب السيادة، هناك جانب سيادة في الولاية، فهناك لا شك أن ولي الأمر له نوع من السيادة على من يتولى أمرهم، نوع من السيادة وليس السيادة المطلقة، نوع من السيادة. طبعا نوع من السيادة بحيث أنه تجب طاعته، مثلا لماذا اختاروا فلانا رئيسا للدولة؟ لأن يعني هذا يلزمهم بطاعته بشرط وصوله بطرق شرعية، هذه طبعا شروط معروفة. نعم، لكن هذا الجانب الأول، هناك جانب سيادة لا شك فيه، ومن الضروري أن 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 يظهر هذا الجانب. ثم هناك جانب آخر، وجانب صيانة وحفظ لمصالح من يتولى أمرهم، سواء كنا نتكلم عن زوج مع زوجته أو والد مع أولاده أو ولي يتيم أو ولي أمر سياسي. في كل هذه الجوانب لا بد من جمع الأمرين. الذي ساد في ثقافتنا هو جانب السيادة، ونسينا جانب الرعاية، نسينا جانب الرعاية في أمر الولاية، فبالتالي صار الولي ينظر إليه على أنه إنسان يعني متميز عن بقية الناس، ونسينا أنه في جانب من جوانب مهمته هو حافظ وراع ومسؤول، مسؤول أمام أمته وقبل ذلك أمام الله عز وجل عما تولاه. دخلت سريعا إلى الولاية بالمفهوم الإسلامي، كنا نريد أن نحررها بالمعنى العام أكثر قبل أن ندخل، ولكن لا بأس يعني دكتور، ونريد أن نتحدث عن معنى هذه الولاية في الإسلام، لأنه قد تكون مثلا الولاية في الحضارة الغربية أو الإمامة أو القيادة إن صح التعبير مختلفة عنها في الحضارة الإسلامية. ما معنى الولاية في الإسلام؟ مفهومها، محدداتها، مكوناتها؟ هو لا بأس، لأننا نريد حقيقة أن نتوسع في هذا الأمر ونبين مفهومها في الإسلام، حتى يعني نحدد الفوارق ما بين هي الولاية في الإسلام والولاية في الحضارات الأخرى، والحديث دائما يكون عن الحضارة الغربية كونها هي التي تتسيد المشهد الحضاري في العالم الآن. لو تفضلتم دكتور. نعم، هو إذا أردنا أن نحرر المفهوم بشكل واضح، فالولاية نوع من العقد بين الناس وبين من يتولى هذه المسألة. ف يعني لو نظرنا إليها بالمعنى العام فهي نوع من المسؤولية يتولاها شخص تجاه آخر، بالمعنى العام تجاه آخر، قد يكون هذا الآخر شعبا، قد يكون هذا الآخر أسرة، قد يكون هذا الآخر شخصا، وما شابه ذلك من أنواع المسؤوليات التي يتولاها في الإسلام. وأيضا حتى هذا تحرر في الثقافة الحديثة، أن الولاية عقد، أن الولاية عقد، بمعنى أن ولي الأمر ليس خادما وليس أيضا سيدا في نفس الوقت، ليس خادما بمعنى أن الذين اختاروه لا ينبغي أن ينظروا إليه على أنه خادم يخدمهم كأنه عبد عندهم، وليس أيضا سيدا مطلقا يحكم بما شاء وكيف شاء، بل هناك طرفان متعاقدان كل منهما يقوم بمهمة تجاه الآخر، فينظر إلى المتولي الأمر على أنه مؤتمن يتولى مسؤولية يقوم بها مقابل شيء يحصل عليه. تحدث عن هذا الجانب ربما دكتور هو الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو عندما ألف نظريته في الضبط الاجتماعي أو التنظيم الاجتماعي، لكن هل هذه القضية يعني الفهم الإسلامي لهذه القضية هو حادث طارئ جديد أم هو أصولي؟ يعني قضية الولاية أنه الولي ليس بالضرورة أن يكون خادما ولا سيدا مطلقا على المولى عليه، فهل هذا فهم أصولي يعني عند المسلمين؟ هو نفهم هذا من سلوك الراشدين، الخلفاء الراشدون كانوا يعني يتولون مسؤوليتهم ويشعرون بأن في يدهم سلطة يستطيعون بها أن ينصروا يعني ما بدا أنه صواب وحق، وأن يقمعوا ما كان باطلا. وكان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يعني هناك حديث في صحيح البخاري أن بعض الناس قالوا إن مات عمر سنتولى نحن، فعمر شعر بأن هذا يؤدي إلى فتنة، فقام في الناس في المدينة وخطب فيهم ويعني أعلمهم أن هذا يؤدي إلى فتنة، وكان شديدا في خطابه للناس في ذاك اليوم. فهذه نوع من ممارسة السلطة والسيادة، فلا نظن أن الخلفاء الراشدين كانوا يعني أناسا يعني يهينون أنفسهم وأنهم يشتغلون عند الناس كما يفهم بعض الناس، يظنون أنهم كانوا خدما بالمعنى الفردي، كانوا خدما للأمة بمعناها العام، لكن يمارسون السيادة وفي نفس الوقت أيضا يصونون الحقوق التي ألزموا بحفظها وصيانتها.
هذا هو التكامل الذي نراه ونلاحظه في سلوك الراشدين. فعمر الذي كان يحمل على كتفه الطعام إلى أهل بيت من البيوت ما كان يشعر ذلك ما كان يفعل ذلك إلا لشعوره بأنه مسؤول عن شيء لا بد أن يصونه ويحفظه. فممارسة العمل الفردي بهذه الطريقة هو في نطاق ضيق، لم يكن عمر يذهب إلى كل بيت فقير يفعل له هذا، وإنما يولي الناس المسؤوليات ويرسل العمال ويرسل من يرى أحوال الناس من حوله وفي الأماكن البعيدة حتى يكون قد مارس السيادة الواجبة للولي، وأيضا يكون قد صان الأمانة التي يجب أن يصونها ويؤديها كاملة. في سياق هذه المحددات التي تتحدث عنها دكتور، هل الولاية في الإسلام هي غرم أم غنم، تشريف أم تكليف؟ طبعا الولاية هي مسؤولية وهي فيها نوع من الغرب، لكن من قام بها فمقامه أعلى من غيره، بمعنى أن الناس نحن الإسلام لم يترك المجال مفتوحا ليرغب من رغب في الولاية حتى لا يتقدم إليها من لا يحسنها، لكن إذا تقدم إليها من يحسنها وقام بها خير قيام فهو خير من غيره. أي إمامة أي ولاية حتى إمامة الصلاة مثلا، إذا كان في القوم من يأمهم ويحسن إمامتهم ويخلص لله في ذلك فهو خير ممن صلى خلفه. إذا كان في الناس إمام عدل، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فبدأ بالإمام العادل، لأن أم الخير هي خيرية الولي، خيرية الولي، وهنا الولي السياسي طبعا لأنه أعم سلطة، أعم سلطة في هذا الجانب، فخيريته مقدمة على خيرية غيره، لأنها تلد الخيريات الأخرى، تولد في ظلها، يولد في ظلها الشاب العفيف، ويولد في ظلها الشاب الذي قلبه معلق بالمساجد، ويولد في ظلها شتى أنواع الخير التي يمكن أن يلدها المجتمع. هذا عن الولاية الإسلامية بشكل عام، لو دخلنا أكثر تحديدا عن الولاية المجتمعية، ما المقصود بها الولاية المجتمعية؟ الولاية المجتمعية هي ما دون الولاية السياسية، بمعنى أن يعني نحن نعرف أن الناس ليسوا على قدر واحد من القوة ولا على قدر واحد من الخبرة، فبالتالي يتولى بعضهم أمر بعض في نطاق الحياة التي يعني نتحرك فيها نحن، فنحن نبيع ونشتري ونحن نتملك مالا، ويعني أمورنا يعني نمارس نشاطات مختلفة، لكننا قد نكون يعني فينا القاصر الذي لا يستطيع أن يقوم بشأن نفسه كاليتيم، وفينا الضعيف كالمرأة، وفينا الكبير وفينا الصغير، فيتولى الناس بعضهم أمر بعض في نطاق المجتمع. فالمقصود هنا هو أنواع الولاية التي تكلم عنها العلماء مما هو دون الولاية السياسية. ما أدخلت الولاية السياسية فيها لأنها معروفة أنها يعني إذا أطلقت الولاية يقصد بها الولاية السياسية، لكن تحديد الولاية الاجتماعية بهذا المصطلح إنما أريد بها أن تكون مشيرة إلى الولايات الصغيرة التي أدى إهمالها إلى فساد كبير في حياة المجتمع. إهمال هذه الأنواع من الولاية، يعني كيف يتولى الأب أمر ابنته ويتولى أمر ابنه ويتولى أمر أسرته وأولاده، أمر زوجته، الأخ الكبير كيف يتولى يعني أمر أخيه الصغير، والولي اليتيم كيف يتولى أو كيف يشرف على مال اليتيم. هذه كلها فسادها هو الذي أفسد بنية المجتمع وأدى إلى أن يعني يظهر الطغيان في أعلى، لأن الطغيان ظاهر في أسفل، أن يظهر الظلم في الولاية العالية لأنه ظهر في الولاية السفلى والتحتية. ففساد البنية الصغيرة، هذه الأسس المجتمع على ماذا يقوم؟ يقوم على المعاملات الفردية الصغيرة بين ذوي الأرحام مثلا، بين الرجل وزوجته، بين الرجل وابنته وابنه، وبين الأم وابنها. هذه الولايات الصغيرة إذا مورست بشكل صحيح فإن بنية المجتمع تكون صالحة، تكون يعني متينة وراسخة، فإذا أقيم عليها نشاط آخر كالنشاط التعليمي والنشاط السياسي وشتى أنواع النشاط كانت مؤسسة على أسس قوية، لأن هذه العلاقات التي نتكلم عنها هي العلاقات الأسرية، العلاقات العائلية، علاقات الجيرة، علاقة الإنسان بجاره، ثم علاقات العمل، علاقة الإنسان بصاحبه وصديقه في العمل، ثم صاحبه وصديقه خارج البيت. هذه كلها إذا بنيت بناء صحيحا فإنها تمثل سلسلة متينة وأساسا قويا نقيم عليه أي نشاط بأمان. الآن إذا أقمنا نشاطا سياسيا نكون قد أقمناه على الهواء أو على الخلاء،
فلا يؤدي ذلك إلى ممارسة صحيحة في أعلى، لأن الممارسات السفلى ليست صحيحة على الإطلاق. هنا ربما لابد أن نتحدث عن أهمية الولاية في المطلق، ويحسن بنا الانطلاق في تحديد هذه الأهمية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. نريد أن نعرف أهمية الولاية انطلاقا من هذا الحديث، ما الحكمة من هذا التوجيه النبوي؟ نعم، يعني الأمور إذا كانت عائمة لا يعرف فيها آمر ومأمور وسيد ومسؤول، فيعني الأمور تبقى غير منضبطة. فإذا تولى أمر أي مجموعة شخص فإن ذلك يعينه على أن يقوم أن تكون العلاقة بين أفراد هذا المجموع منضبطة. يعني الناس يختلفون، نذهب يمينا أم شمالا، نركب الطائرة أم نركب الحافلة، نفعل كذا. فإذا كان لهم أمير يعني يأتمرون به باتفاقهم سويا، فإن هذا يضبط أمورهم ومسائلهم. ولذلك فإن الفقهاء أوجبوا أو اتفقوا، ما عدا من شذ من بعض الخوارج، على وجود الولي السياسي، أقصد على وجود الولي أو الولي السياسي. لماذا؟ لأن أمور الناس تصير فوضى إن لم يكن هناك من يضبط شؤونهم وأمورهم ويدير مؤسساتهم ويشرف على هذه المؤسسات ويعينها على القيام بواجبها، فالأمور تكون فوضى. ولذلك قال الشاعر قديما: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم. لا يصلح الناس فوضى، إذا كانت أمورهم فوضى لا سرات لهم، يعني لا سادة لهم، ولا سرات لهم إذا ما جهالهم سادوا. فعلا هذا أمر معهود، الشاعر الجاهلي يقول هذا الكلام: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، يعني لا سادة لهم يضبطون أمورهم ويتولون شؤونهم. فأي أمر حتى ولو صغر، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم أحدكم، وله صيغ أخرى في هذا الحديث يشير إلى هذه النقطة، أن الأمور تكون أضبط ويعني تسير في إطار واضح، ولا يختلف الناس ولا تتشتت رؤاهم إذا يعني تولى الإشراف على أمورهم أحدهم. نعم، نحن بحاجة أيضا إلى مزيد من التحرير لهذا الحديث النبوي الشريف حتى نعرف إذا ما كانت الولاية هنا ولاية اجتماعية أم ولاية سياسية أم ولاية دينية، وثم نريد الحديث عن العلاقة بين الولاية السياسية والولاية الاجتماعية، لكن ليس قبل أن نذهب إلى فاصل. نتوقف مع فاصل قصير ومن ثم لنا عودة. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن مفهوم الولاية المجتمعية في الإسلام وتطبيقاتها، وحديثنا مع الدكتور نبيل الفولي. أهلا وسهلا بكم دكتور. مرحبا بكم دكتور. يعني قبل أن أنتقل إلى الحديث عن الولاية، العلاقة بين الولاية السياسية والولاية المجتمعية وهو موضوع مهم، لكن ما زلنا في تحرير مفهوم الولاية انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. هل هذا الحديث ينطوي على ولاية مجتمعية؟ نعم، هذا الحديث الشريف يعني انطلق منه الفقهاء لإثبات أن اختيار ولي أمر المسلمين أو ولي أمر للمسلمين اتفقوا على أنه واجب، ومن يعني شواهدهم هذا الحديث. لكن الملاحظ أن الحديث أعم من ذلك معنى، فهو يشير إلى يعني ثلاثة مسافرين، ويعني يفضل لهم أن يختاروا أميرا من بينهم أو مشرفا على شؤونهم من بينهم. فهذا شأن عام، يعني المسافرون ليسوا دولة وليسوا يعني ليسوا مجتمعا كاملا، بل هم جزء من المجتمع. فأوصى بأن يختاروا منهم أميرا يضبط شؤونهم ويرجعون إليه في أمورهم. فهو الأمر لا شك أنه أعم من الولاية السياسية، بل يشمل كل أمر يشرف فيه إنسان على شؤون غيره. فأمر السفر ليس أمر دولة بالتأكيد. يعني طيب، نحن يعني نريد أن نتحدث عن معنى الولاية المجتمعية، يعني تطبيقاته، يعني عندما يكون المرء وليا في الحالة الاجتماعية، الزوج وليا في بيته، أو الأب وليا على أولاده، أو رئيس المؤسسة وليا على مؤسسته، كيف ينبغي أن تكون تطبيقات هذه الولاية انطلاقا من روح الشريعة الإسلامية؟ نعم، هو ينبغي أن يدرك كل ولي أن
أنه كما أعطته الشريعة نوعا من السيادة والقيادة من خلال هذه الولاية، فإنها حملته أمانة ومسؤولية ضخمة لا ينبغي أن ينظر إلى جانب واحد من هذه المسألة. نحن دائما يعني نطفئ جمال المعاني بأن نركز على جانب منها ونترك الآخر، فتضيع المسؤوليات بهذا السبب. يعني أحيانا يركز الناس على جانب الواجبات وينسون أن للولي أيضا حقوقا، ولكن الأشيعة هو أن الناس ينظرون إلى المسؤوليات على أنها سيادة وقيادة وإدارة وكذا، ناسين ما ينبغي أن يتولوه أو يتحمله من مسؤوليات. الأب مثلا على سبيل المثال علاقته بابنته وبابنه أيضا القاصر علاقة الولي، ثم الزوج انتقلت البنت إلى بيت زوجها صار هو وليها بهذا المعنى العام الذي هو أوسع من المعنى الفقهي. فكيف يمارس هذا وهذا ولايته؟ طبعا من حقه أن تستأذنه ابنته إذا أراد أن تخرج، أن تستأذنه حينما يعني تتصرف في بعض كثير من التصرفات، تستأذن المرأة زوجها إذا أرادت أن تخرج، حتى إذا أرادت أن تدعو ذوي أرحامها إلى بيتها تستأذنه وكذا. هذه ممارسة للسيادة، لكن في المقابل هناك واجبات كبيرة جدا، حتى لا يظن الناس أن الإسلام يستبد بالمرأة، فيجب أن نوازن بين الجانبين، جانب السيادة وجانب الأمانة أو المسؤولية التي يقوم بها. فماذا يقوم أو ما هي الأمانات التي يحفظها الأب لابنته والزوج لزوجته مقابل هذه السيادة؟ أمانات كبيرة جدا، فهو يوفر لها طعامها وشرابها ولبسها وكذا وسائر ما تحتاجه. إن كان لها مال فليس واجبا عليها أن تشتري ثوبها من مالها، إن كان لها مال ليس واجبا عليها أن تطعم نفسها من مالها، وهكذا حمايتها حفظها صيانتها. فلا ينبغي أن تنظر البنت إلى هذه المسؤولية الشرعية على أنها استبداد. إذا مارس الآباء هذه المسؤولية على أنها استبداد فهم مخالفون للشريعة بالتأكيد، أما إذا وازنوا فمارسوا سلطتهم برحمة ورفق وحفظوا حقوقهم أيضا بهذه الطريقة الرحيمة، ثم بعد ذلك قاموا بواجباتهم تستقيم الأمور. يعني هناك قصة مشهورة لأحد الصالحين كان في سفر ومعه صاحبان له، فقالوا أنت تتولى، يعني نعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدكم أو كما قال. فقال لهم على شرط. قالوا يعني أنا موافق أن أكون أميركم ولكن على شرط. قالوا وما الشرط؟ قال أن تطيعوني في كل ما أقول. قالوا خلاص نحن وافقنا على هذا، اتفقنا على أن تكون الولية وأن نطيعك في كل ما نقول. فماذا فعل؟ كان يحمل لهم متاعهم. قال نحن اشترطنا أن تطيعوني في كل ما أقول، فكان يحمل لهم متاعهم. إذا أرادوا أن يعني يأخذوا منه هذا الحق وأن يحملوا متاعهم بأنفسهم، قال نحن اشترطنا. فانظروا إلى هذا الرجل الذي غلب جانب الواجبات على جانب الحقوق. فنجد الآن العكس هو الذي يجري هو أن الناس يهربون من الواجبات ويمارسون السيادة، يتسلط الرجل على القصر وولي اليتيم على اليتيم وما شابه ذلك من صور الخلل التي تحدث. كان في الجاهلية يعني تمارس هذه الطريقة والإسلام نهى عنها. مثلا الله عز وجل يقول ويسألونك ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. السيدة عائشة رضي الله عنها كما في البخاري تحكي أن ولي اليتيمة التي عندها مال وجمال يرغب في نكاحها، عندها مال وهي جميلة فيرغب في نكاحها، لكنه لا يعطيها حقها. فقالت السيدة عائشة كما أنه يرغب فيها إذا كانت جميلة ذات مال، ولا يرغب فيها إذا كانت غير جميلة وفقيرة، فالشريعة تقول له إن رغبت في زواجها فلا بأس، ولكن بشرط أن تؤدي إليها مهر مثلها وألا تغمطها حقها. فليست المسألة أن المسؤولية في يدك فتفعل ما تشاء، ولكن أن ترعى الله عز وجل في هذه المسألة، كما أن لك سيادة وأن هذا المال لا ينبغي يعني أنت يعني تحفظه وتحميه، وليس لهذا الولي القاصر أن يتصرف فيه إلا بإذنك وباطلاعك، فكذلك يجب أن تصونه وتحفظه حتى لا يضيع هذا المال.
تحدثت قبل قليل عن تحرير العلاقة بين الزوج والزوجة أو بين الأب وأولاده وخاصة الفتيات في موضوع الولاية، وقلت بأن له السيادة وعليه واجب تأمين الملابس والإنفاق وكذا. تحدثت عن الواجبات المادية، ماذا عن الواجبات الحسية أو النفسية أو الشعورية والمعنوية للمولى عليهم من قبل الولي؟ طبعا هي مسؤولية عامة، يعني هي يعني الحقوق يعني ليست فقط حقوق الجسم والطعام والشراب والثياب، بل كل ما يجلب خيرا للمولى عليه يجب أن يحرص الولي عليه. فليس فقط الأمر أمر والد وابنة وزوج وزوجة، بل كل من يتولى أمرا لغيره ينبغي أن يحرص على كل ما يوفر له الخير. فلما ضربت المثال من القريب مثالا من المحسوسات، ولكن لا شك أن المسألة أوسع من ذلك. فمثلا تعليم من نتولى أمره، تعليمه الخير وتثقيفه بما ينفعه في دينه ودنياه، وتبصيره بما نعرفه من خبرات في الحياة وبمعاملة الناس، ويعني طبعا قبل ذلك كيف يعامل الله عز وجل وكيف يتعلق بدينه، كل هذه مسؤوليات طبعا يجب رعايتها، وهذه المسؤوليات أساسية لا شك في ذلك، لأنها تحدد المفاهيم الأساسية التي يؤمن الإنسان بها، ومرتبط بدين وله رب وله نبي يتبعه وغير ذلك. هذه مسؤوليات طبعا هي أولى بالرعاية من أن نشتري له ثوبا أو أن يعني ندفئ له جسدا أو أن نطعم له بطنا، بل أولى من ذلك أن نربطه بربه وخالقه عز وجل، فهذا منبع الخير والفضل كله. هل ثم تداخل بين الولاية السياسية والولاية المجتمعية؟ لا شك في ذلك، إذا كانت الولايات السياسية هي أظهر الولايات، فإن الولايات الأخرى يعني من الناحية القانونية، حتى من الناحية القانونية، فلولي الأمر أن يتدخل إذا أفسد الولي في مسألة اجتماعية، فلولي الأمر أن يتدخل لإصلاحها. يعني مثلا جار ولي اليتيم على ماله، فولي الأمر يجب أن يتدخل وأن يصلح هذه المسألة بالقانون الذي القانون الشرعي الذي يطبق في هذه المسألة. وطبعا إذا كانت الولاية السياسية هي أم الولايات لأنها أظهرها، فإن الولايات الصغرى هي أساس الولايات كما ذكرت قبل قليل، لأننا هذه المعاملات الفردية الصغيرة إذا جمع بعضها إلى بعض كونت أساس المجتمع وأصله. وإذا أصلحت هذه الأشياء الصغيرة التي يركب منها المجتمع ومعاملاته يصلح الكبير. نحن يعني لو نظرنا إلى البحر لوجدناه عبارة عن قطرات من الماء، كذلك إذا نظرنا إلى حركة المجتمع الهائلة هي مجموعة صغيرة من المواقف، موقف بين شخصين، موقف بين زوج وزوجة، موقف بين ابن وابنة، موقف بين أب وأولاده. إذا جمعت هذه المواقف كلها تكون هذا الحراك الهائل الذي يتحركه المجتمع كل يوم، يذهب يشتري طعاما يأكله، يذهب إلى مسجد يصلي، يذهب إلى فقير يعطيه مالا، يذهب إلى عمل يعمل. هذه المواقف إذا جمعت أعطتنا هذه الحركة الكبيرة في المجتمع. فإذا صلحت مفردات أو جزئيات الحركة الاجتماعية لا شك أن الحركة في مجملها تكون قوية، وهنا يقوم عليها نشاط اقتصادي صحيح، نشاط ثقافي صحيح، نشاط تعليمي صحيح، نشاط سياسي صحيح، لأن المجتمع هذا الذي يمشي في حركة الراشدة سيلد الراشدين الذين يقودون مؤسساته ودولته. أما إذا كان المجتمع غير راشد فإنه لن يلد إلا يعني إلا فسادا وإلا خيانة للأمانة كما نرى كثيرا في واقعنا الحالي. ولذلك أركز معك على الولاية المجتمعية، وهنا أريد أن أسألك، إذا ما كان رئيس الشركة أو رب العائلة رب البيت أو سيد القبيلة إلى آخره له حق السيادة وعليه واجبات، لكن ما جملة المعاني التي ينبغي أن يحملها هذا الولي حينما يمارس ولايته على المولى عليهم؟ نحن لا نجد شروطا كثيرة في هذه المسألة كما يشترط في ولي الأمر. ليس شروط وإنما المعاني، عندما أقصد يعني حتى أستاذ دكتور لو أذنت لي، يعني عندما يمارس الولي في البيت ولايته على زوجته وعلى ابنته، لماذا يمارس الولاية عليها؟ ما جملة المعاني التي ينبغي أن يحملها؟ هل هي الرحمة، الإشفاق، يعني ثمة معاني ينبغي أن يحملها الولي، ما هذه المعاني؟ يعني مجموعة المعاني التي يحتاجها مدير أي شيء، أولا أن يكون يعني حازما في الأمور التي ينبغي ضبطها، هناك أمور ينبغي ضبطها فيكون حازما في ألا تتخطى حدود الشريعة مثلا، ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون رحيما رفيقا. يعني إدارة البيت على سبيل المثال لو نظرنا إليه على أنه نوع من الولاية أعطاه الإسلام أو يعني وضعه أمانة في يد الرجل،
فإنه يجب أن يكون حازما في أمور حتى يضبطها، يجب أن يكون رحيما في أمور، لأنه يتعامل مع فلذات كبده ومع أحبابه ومع أولاده وأهله، يجب أن تكون هناك رحمة. فجمع هذه الصفات، جمع مجموعة من الصفات، تحدث التوازن، تحقق السيادة. ماذا تفعل؟ تضبط الأمور، تضبط العلاقات، والرحمة والرفق تحفظ الحقوق وتأتي بما ينفع يعني من نتولى أمرهم. إذا ضاع جانب من هذا يضيع الأمر كله. يعني لو ضاعت سيادة الولي في مثلا ولي المال أو ولي النفس الذي تولى نفسه يعني شخص ما، إذا ضاعت سيادته يعني لن يؤثر في توجيه هؤلاء الذين تحت ولايته، وإذا لم يكن رحيما انتقص من حقوق هؤلاء. فالتوازن بين هذين الجانبين هو الذي نلحظه في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يوازن عليه الصلاة والسلام بين يعني أن يضبط الأمور. فأسامة بن زيد جاءه عليه الصلاة والسلام، جاءه سيدنا أسامة بن زيد وأراد أن يشفع في المرأة المخزومية التي سرقت، فمع أن أسامة كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه حبا شديدا ويحب والده، لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، فهذا واحد من كأنه من أهل بيته أسامة بن زيد. فهذا هذه ممارسة السيادة في داخل البيت، ولكن في نفس الوقت ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رحيما رفيقا يرفق بمن حوله كلهم، ليس ببناته فقط ولا بأهل زوجاته، بل بمن كانوا خدما ومواليا له صلى الله عليه وسلم. فسيدة أم أيمن مثلا، يعني ما أكثر يعني رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ورحمته بها. سيدنا أسامة بن زيد ووالده زيد بن حارثة كانوا يعني حبات قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمعه بين هذين الأمرين، أن يعني يضبط حتى لا تتعدى الحدود ولا يقع هؤلاء الأشخاص الذين يتولى أمرهم في مخالفات تنقض أمرا من أمور الشريعة، ثم الجانب الآخر أن يحرص على مصالحهم برفقه ورحمته بهم. حقيقة من المهم جدا توضيح مقاصد الولاية المجتمعية، ما المقاصد التي يسعى الشرع إلى تحقيقها من وراء تقرير مبدأ الولاية المجتمعية؟ أولا حفظ الحقوق، حفظ الحقوق. ثانيا يعني حتى لا يحدث تسيب في العلاقات الاجتماعية. يعني نتخيل مثلا وضع بيت من البيوت، عندنا ثلاثة اختيارات. الاختيار الأول أن يكون الرجل متوليا لأمر البيت، الاختيار الثاني أن تكون المرأة متولية لأمر البيت، الاختيار الثالث أن لا يكون هناك وال، أن تترك الأمور هكذا بدون يعني إشراف من أحد. تمام؟ فالشريعة اختارت أن يتولى الرجل الأمر، ولكن ليس معنى ذلك أن بقية الناس أصفار لا قيمة لهم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير زوجاته في أمور ويستشير من حوله في أمور. هذا واضح، يعني ليس معنى وضع السيادة في يد الرجل والمسؤولية والولاية في يد الرجل، ليس معناها أن الإسلام دعاه للاستبداد والتسلط، ليس معناها هكذا، ولكن كأنه مدير يدير الأمر ويحسم عند الاختلاف. هذا مهم، يحسم عند الاختلاف، لأنه لا بد من طرف يحسم، وإلا تظل الأمور معلقة، تقع أخطاء أحيانا، تقع مشكلات أحيانا، لكن هذا لأن الممارسة أحيانا عرضة للصواب والخطأ. لكن وضعت هذه الولاية في يد الرجل، الولاية الاجتماعية في يد الرجل، لأنه الأقرب إلى الإصابة في العادة، الأقرب إلى الإصابة. ولكن نحن طبعا كثرة الأخطاء التي نجدها في ممارسة هذا الأمر راجعة إلى خلل عام نعاني منه في محاضن التربية والإعداد والتثقيف عندنا، التعليم والبيوت وهذه الأشياء والنوادي والنوادي الرياضية، هذه ما عادت تقوم بواجبها، لذلك الخلل كثرة لهذا السبب الأساسي. إذن حفظ الحقوق وتحقيق المصالح من منظور الشريعة للأسرة. نعم. مثلا إذا ما تحدثنا عن الأسرة. طيب. نعم. طيب الولاية هذه، هل بناء على هذه المقاصد والغايات والحكم والعلات إذا صح التعبير، هل يصح للولي هنا الذي أرادت الشريعة أن يكون الرجل، هل يصح له أن يتنازل عن ولايته لزوجه أو لابنه مثلا، وفي حال الابن كان وليا هل يصح له أن يتنازل عن ولايته لأخته أو لأخيه إذا ما كان في ذلك مصلحة للأسرة ومتحققة لمقاصد الشريعة أكثر؟ هو لو نظرنا إلى هذه المسألة في عمومها، هناك يعني تفصيلات كثيرة في المسألة، لكن هل يمكن أن تتولى المرأة عن زوجها أمر مؤسسة ما مثلا؟ هذا وارد في الشريعة، بل هناك أن يعني ينقل الرجل العصمة إلى يد زوجته، يعني أن يوكلها عنه في أمر أن تطلق نفسها منه. هذه أمور كثيرة يعني يمكن أن تتاحها، لكن أمر الإشراف العام أنه ولي هذه الأسرة هذا أمر لا ينتقل. يعني طبعا هناك أشياء تفصيلات في الفقه، يعني هو نصي قضية نصية تكليفية شرعية أنه ولاية الرجل في البيت؟
يعني إشراف الرجل على أمر بيته هذا أمر شرعي، لكن هناك شيء آخر تفضل. مهم، هو هل يجوز للرجل وحي أن يعطي أخاه أن يكون وليا لابنته؟ هذا يجوز أيضا، يعني مثلا العم يتولى يكون وليا للزوجة وليس الأب في حياته، هذا جائز قائم، هذا ليس فيه إشكالية. فهذا نقل الولاية هنا نقل إلى مكافئ مثلاً. تنتقل كل الحقوق والواجبات مع هذه الولاية، بنقل هذه الولاية تنتقل إلى العم كل الحقوق والواجبات، يعني حسب العقد، يعني إذا كان ولاه أمرا معينا ينتقل إليه هذا الأمر المعين. نعم. فهو يقوم مقام الولي الأصلي، والدليل أن الأب إذا مات يتولى العم مثلا وما سوى ذلك. المهم أن الولاية بشكل عام هي إشراف على شأن لشخص أو حقوق تتعلق بهذا الشخص، فتقوم بها المرأة إذا كانت أهلا لها، ويقوم بها الرجل إذا كان أهلا لها، لكن لا تصبح المرأة رجلا ولا الرجل امرأة في هذه المسألة. نريد أن نبحث قضية، يعني إلى أي مدى المسلمون اليوم يمارسون هذه الولاية وفق روح الشريعة، وإذا ما كان هناك خلل فماذا عن أثار هذا الخلل، ولكن بعد الفاصل. هذا فاصل أخير قبل العودة لاستكمال ما تبقى من الحلقة. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة. دكتور نبيل، في واقع المسلمين اليوم إلى أي مدى مفهوم الولاية المجتمعية كما قررته في هذه الحلقة منضبط في وعي المسلمين، سواء كان هذا الوعي فرديا أم جماعيا؟ نعم، نحن نلاحظ أن يعني كثيرا من الخطب التي توجه إلى الناس والمواعظ تركز على العلاقات الاجتماعية، لكن هذا لم يصلحها إلى الآن. يعني الذي يدخل مسجدا بشكل دون تخطيط، يعني لم يختره بنفسه، سيجد غالبا أن المساجد تتناول شيئا من هذه العلاقات التي بين الناس وبعضهم البعض، لكن دائما نحن نتناول الأمور بشكل جزئي. نحن نلاحظ مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في أحد الأحاديث عمم في العلاقات، وقال عليه الصلاة والسلام فساد ذات البين، وصف بأنها الحالقة، يعني فساد العلاقات بين الناس في أي مستوى من المستويات، مستوى الأسرة، مستوى الجيران، وما شئت من المستويات، قال هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. فأحسب أن التناول الجزئي لهذه المسألة يجعلنا دائما في يعني كأننا أمام مواعظ متفرقة كثيرة، الناس يتأثرون بها تأثرا لحظيا. نحن نريد أن نغرس هذه المعاني في جذور قلوب الناس وفي عقولهم، نريد أن نغرس هذه المعاني غرسا عميقا، وهذا لا يتحقق إلا بتنشئة الناس على هذه الأخلاق، وأن تكون القدوة ظاهرة أمام الناس، لا يكون أمامنا أو لا تكون الصور المتاحة للشباب ليقتدوا بهم هي صور من أناس لا يصلحون للاقتداء، من مجالات تعرفونها، ناس يعني لا يبدو عليهم ارتباط لا بدين ولا بأخلاق. هذه يعني لذلك إذا ظهر بعض الرياضيين مثلا بأخلاق عالية الناس يندهشون ويعجبون، كأن هذا المجال لا يقذف الناس إلا بالأشرار أو إلا بالفساق، وإذا ظهر ممثل ذو خلق الناس يظنون أن هذا شيء. لا ينبغي أن نرى القدوة الحسنة من الرياضيين والممثلين ومن المدرسين والمعلمين ومن السياسيين ومن غيرهم، فإذا توفرت القدوة ثم نشئ الناس تنشئة حسنة في محاضن التنشئة التي نعرفها في البيوت والمؤسسات والمدارس وغير ذلك والجامعات طبعا، فإن ذلك يعالج شيئا كثيرا من الخلل. فمجرد المواعظ تؤثر تأثيرا لحظيا، يعني الخطيب القدوة الذي ينزل عن منبره ويرى الناس فيه
حسن الخلق والاستقامة يكون تأثيره أكبر من الخطيب الذي يعني يزعق فوق المنبر ويرفع صوته في الناس ويبكي ويبكي إن لم يكن قدوة. فإذا جمع بين هذا التأثير اللحظي وبين كونه قدوة فإن الشباب أو الناس من حوله يتأثرون ويتغيرون. نحن نرى حتى الكبار يتغيرون ويتأثرون. ليس صحيحا أن أخلاق الناس لا تتغير عند كبرهم، بل نرى من يستقيم حاله ويهديه الله عز وجل وإن بلغ 70 وزاد، وذلك لأن الهداية ليست مرتبطة بعمر ولا سن، ولكن إذا توفر الجو الملائم لها، الجو الذي يدعو إليها، يعني معلمون يعلمون الناس الخير ويوفرون لهم القدوة، وكذلك رياضيون وممثلون. ولعلي يعني لا أكون يعني مؤذنا في ملطة لو ناديت الممثلين والرياضيين من هذا المنبر وأقول أنتم يعني أصواتكم وصوركم تصل إلى الناس في كل مكان، فمسؤولياتكم أمام الله تعالى كبيرة. فلو توفرت القدوة في الملاعب وفي أعمال الدراما وغير ذلك، القدوة الحسنة، الإنسان المحترم، فإن ذلك من شأنه أن يوسع مدى التأثير. هل يفهم من كلامك أنك تقر الدراما بصورتها الحالية؟ يعني لا أستطيع أن أقرها بصورتها الحالية، لكنها هي في أصلها كما قالت عائشة رضي الله عنها في الشعر: إنما الشعر كلام، حسن وحسن وسيئه سيء، أو حلال وحلال، حلال وحرام وحرام. كذلك هذا الأمر من الوسائل التي يعني ينطبق عليها هذا الكلام، هي حسنها حسن وسيئها سيء. طيب، من أين نشأ الخلل؟ يعني تحدثت عن الخلل في تطبيق الممارسة الولاية المجتمعية، من أين نشأ هذا الخلل؟ هل هو ناجم عن جهل الولي بمقاصد الشريعة وغاياتها، أم عن اتباع الهوى؟ هو أنا ممكن أن أرد على هذا السؤال بسؤال، وهو: أي شيء مستقيم في حياتنا حتى نقول إن هذا فيه خلل، إن هذا فيه خللا؟ لكن علينا أن نبحث عن مكامن الخلل وأسبابه حتى نعالج ما نستطيع، وهذه وظيفة البرنامج وربما هذه الحلقة. تمام، يعني أنا معكم في هذا، لكن يعني دائما جوانب المجتمع، جوانب المجتمع تضيق وتتسع، بمعنى يعني العلاقات الصغيرة والعلاقات الكبيرة. الولد يبدأ أين يبدأ؟ في حجر أمه، ثم يحبو قليلا إلى خارج حجرها، يتسع المدى به إلى أن يصبح طالبا في الجامعة، ثم يعيد الكرة مرة أخرى في أسرة جديدة. المراحل التي عبرها من حجر والدته إلى أن يعني صار يعني له سلطان على نفسه، هذا الشخص إذا تعرض لمؤثرات طيبة في طريقه ويعبر طريقه إلى النادي مثلا، إلى الشارع، إلى الجيران، يعبر طريقه إلى المدرسة، إلى المسجد، فكلما زادت المؤثرات الحسنة في حياة هذا الإنسان كلما حسن واستقام. نحن نلاحظ هذا حتى في شخصياتنا، نحن نذكر أستاذنا فلانا وشيخنا فلانا والشيخ فلان الذي كان في مسجدنا وفلان الرجل الكبير السن الذي كان يجلس في الصف الأول دائما في الصلاة، كل هؤلاء الناس طبعوا تأثيرهم في حياتنا. كل من يعني شاء الله له أن يعني يستقيم يعني تأثر بهذه الطريقة، وجد كتابا جيدا أو شيخا صالحا أو إمام مسجد أو معلما، كل هؤلاء يطبعون تأثيرهم في الشخصيات أو في شخصية الإنسان بلا شك. نريد أن تحدثنا بشيء من التفصيل عن الأثر المترتبة عن هذا الخلل الناجم في تطبيق الولاية المجتمعية، تداعياته وانعكاساته على البيئة الإسلامية، على المجتمع المسلم. نعم. وعلى العلاقات البينية طبعا بين الأفراد المسلمين. طبعا للأسف الشديد تشوهت صورة الإسلام في ممارسته الاجتماعية بسبب هذه المسألة. يعني الذين نظروا إلى الولاية الاجتماعية على أنها سلطة تمارس وتمارس باستبداد وتحكم، هؤلاء يعني شوهوا صورة الإسلام، لأنه بدأ أن المرأة يعني كأنها أمة في بيت أبيها ثم تصبح أمة في بيت زوجها، وهذه ليست حقيقة، بل المرأة ملكة في بيت ملك، أيضا هي ملكة في بيت ملك. ولماذا يعني في السياسة يصفون زوجة الملك بأنها ملكة؟ هل لأنها تمارس السياسة؟ ليس بالضرورة، ولكن لأنها زوجة الملك. نعم. فكذلك المرأة ملكة في بيت ملك، وليس هو ملكا وهي أمة، هكذا يعني الممارسة المقلوبة شوهت صورة الإسلام. ثم لم توفر الجو الحسن لمن حول، لمن يعيش في المجتمع، لكي يتنفس يعني هواء طيبا. يعني إذا كان ولي اليتيم يأكل ماله، وإذا كان الوالد يجور على 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 حقوق أولاده، أو الزوج يجور على زوجته، أو ما شئت من صور الجور، فإن ذلك يؤدي إلى اضطراب في العلاقات بين المجتمع، وفساد، يؤدي إلى فساد ذات البين التي تحلق الدين، يعني تؤدي إلى أن يظهر الإنسان
كأنه ذو شعر طويل وهو يلبس شعرا مستعارا. يعني إذا ذهبت إلى المسجد وكنت يعني ظهرت بمظهر المتنسك الطيب الصالح وأنا مستبد ظالم لأهل بيتي أو ظالم ليتيم أتولى أمره، فهذا كأنني ألبس شعرا مستعارا، أبدو أمام الناس طويل الشعر وهذا شعر مستعار، وهذا دين مستعار. الإنسان الذي يبدو أمام الناس بهذه الصورة دينه ليس حقيقيا، إنما هو يعني ممارسة زائفة للتدين. إذا تولى الإنسان أمر يعني كان وليا على مال أو وليا على نفس، فيجب أن يتقي الله فيها، يمارس سيادته وقيادته، هذا حقه. ولكن في نفس الوقت ليس من حقه أن 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 يعني يضيع الأمانات التي وكل بها. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمر أولياء مال اليتامى أن يتاجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة. إلى هذه الدرجة، نعم إلى هذه الدرجة، هذا جانب من جوانب حقوق حفظ حقوق اليتيم. يعني بأقل من دقيقتين، ماذا يمكن أن تزيد في موضوع هذه الحلقة مما لم يرد ذكره في أثنائها وطياتها؟ نعم، هو الشريعة الولاية فيها نصرة، فيها نصرة، والنصرة هي بحث عن كل ما ينفع من تتولى أمره. فإذا كنت وليا على شيء فليس فقط أن ترعى ظاهر الحقوق، ولكن أن تفتش عن شيء ينفعه في دينه وعن شيء ينفعه في دنياه. هذه الولاية التي يجب أن تمارسها، كل من له ولاية على شخص فليتخذها طريقا إلى الجنة، فليتخذها طريقا إلى مرضاة الله عز وجل، بأن يفتش عن كل الوسائل التي ترفع قدر من يتولى أمره ويضاعف الخير له إن شاء الله. أشكرك. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي في نهايتها أشكر ضيفي المكرم الدكتور نبيل الفولي أستاذ العقيدة والفلسفة، شكرا لكم، في حراسة الله تعالى وتوفيقه.